أقول لكم بكل شيء كنرحب بجميع الإخوان اللي زارونا المقر ديال الجامعة، وهذا راه شرف كبير. كنرحب بكم جميع، لا الصحفيين ولا الإخوان ديال حقوق الإنسان. في الحقيقة كنا كنتمناو يعني تزورونا في واحد الظرفية اللي تكون أحسن من هذه، اللي نتحاولوا بها ونبلغوا ما كيخصنا في هذه الجهة هذه. هذه هي الأولى، لأن حنا منطقة بعيدة عن المدينة، راكم كتعرفوها أنتم الإخوان الأغلبية ولاد تازة، والمنطقة ديالنا بعيدة. كل ملي كنقولوا بعيدة راه بعيدة على جميع المصالح وعلى جميع يعني اللي غتمنوا المنطقة. بالنسبة لهذا المشكل هذا اللي واقع، صراحة حنا تفاجئنا به واقعي، لأن تمخض عن واحد العدد ديال يعني ماشي جا مشكل وحليناه صافي، يعني جا واحد العدد ديال الأمور. أولا بالنسبة للشركة، أنا ماشي من المنطق ديال باش ندافع على الشركة، ولكن نهضروا الواقع اللي كنتعاملوا به حنا في تراب الجماعة مع الشركة. الشركة كتعرفوا شادة التونسو ديال ما يسمى داك الشطر الرابع ديال أكنو القسيطة في الطريق التثنية، الطريق السابع للزواج. اوتوماتيكمون هما الشركات ملي كيشدو شي بلاصة كيقلبوا على مقالع فين يخدموا قرايب، فين يخدموا كيلقاو مقالع دابري الدراسات ديالهم لقاو هاد المقلع. كانت في البداية لقاو المقلع في الأرض ديال اللي تابعة للدومين فوريستي والترفض، لأن الدومين فوريستي ما عندو واحد إجراءات كثيرة كدار، وثانيا هما عندهم بالنسبة للدومين فوريستي كيقول لك ودي حنا هاد المنطقة هادي عندنا ترسيب ناسيونال، يعني ما يسمى بداك الأماكن اللي هي محمية طبيعية. كراو هما المواطن، شدوا أرض ديال شي مواطن كراو عليه، تعطى لهم الآخر، دوزوا للكوميسيون بروفنسيال تعطى لهم الآخر، تعطى لهم الرخصة، تعطات لهم الرخصة، وتعطات لهم حتى الرخصة ديال الإتيدان باي. كتعرفوا باش دير واحد المقلع كيطلبوا منك واحد الدراسة ديال البيئة هي الأولى. بداو الخدمة، حنا تتفاجأنا من الإخوان، يعني المواطنين كيقطعوا باغيين يقولوا ما طلعوش. علاش؟ كاين مطالب، كيقول لك اودي الطريق ديال هذه اللي كتطلع للمقلع. حنا النهار الاول فاش هذا السيد هذا جا يدير المقلع، قال لك اودي حنا يعني من عندي هو حسب الاخر، كيقول لك انا من عندي انا ما دخلتش في الماشي ولا شي حاجه، كيقول لك انا من عندي انا غادي نصاوب الطريق ودروني من المركز حتى للدوار. يعني هذا خدا عليه وعد، وفعلا حتى في الاول حنا كنا ماخذين عليه لا شي حاجه كتابات ولا لازم، ولكن ملي تزيرت الامور ولا دار التزام كتابي كيقول فيه، وكيدار فيه حتى الفاليوشن شحال من شراب شايف قام عليه تقريبا واحد 5 مليون ديال الدرهم باش يدير الطريق، يدير الطريق بودروني. العراقيل اللي وقعت ان كما الاخوان راه عارف سميتو السي فتاح وسي بلال اللي هما اعضاء ديال المجلس، اللي كانوا خدمنا على واحد الحاجه، كان قال لك شي حاجه حنا غنحاربوا بها، نحاربوا بها من داخل المجلس ماشي من الشارع. حنا كنمثلوا الساكن، حنا هنا دورنا ندافع على هاد الناس، هذا ماشي انا ماشي ما الا كان الساكن ضايعه نوقفوا، ولكن ماشي نوقفوا من اجل التوقيف وصافي. نهار المقاولة طلبت من الساكنة، قالت له ودي عطيو لنا الأرض، المالي الأرض من هنا راه بلال عنده الأرض، عطاو اسمح لي ماشي مشكل، خدموا بدون ما تقاطعوهم، يعني خدموا وكان نزلت وكان قاطعتوهم، مع أن غلط اللي عطاهم راه عطاهم، واللي ما عطاهمش راه ما خدمولوش، خلاو الطريق هكذا كما كانت. يعني الطريق كانت فيها الآخر ديالها التوسعة ديالها تقريبا فيها 4 متر ولا حاجة، وكيطلب 6 متر، كيقول 6 متر باش بحال نوسعها وندير البودرو. كاين اللي خلاهم يخدموا في البلاد ووسعوا، وكاين اللي ما خلاهمش راه في أرض الواقع. كنتمنى تطلعوا تشوفوا يعني هذه من جهة، من جهة ثانية الشركة كتقول لك أودي الطلبات ديال الإخوان كيقول لك يديروا البودرو دابا باش تكون يعني الالتزام ديالهم راه واقعي. هذا مطلوب من المعقول، ولكن ملي كنهضروا مع الشركه كيقول لك اودي الا درناه دابا راه غنهرسوه بكاميرا ديالنا ما يبقاش صالح، يعني خلونا نشتغلوا وملي نقربوا سالي وحنا الالتزام راه عندنا راه غادي نديروا القدر اللي كاين الدوار، نديروا القدر ونديروا القدر. كان مطلب ديال واحد العدد ديال الاخوان كيقول لك اودي زيدوا لنا شي شويه لواحد الجامع تما ديال الدوار، قال لك ما كاين حتى شي مشكل نزيدوا. ولكن اللي يعني مؤخرا
اللي هو سميتو هو التوقيف ديالو. حنا تتفاجئ انا ما كنتش هنا اصلا كاع كنسمعنا راه التوقيف وعيط داك النهار اللي كيهمني الامر انا هما الممثلين ديال الجامعه عيط لسي بيلال عيط لسي فتحات قلت لهم كنستفسر هادي شنو مشكل شي حل احسن من هو لان التوقيف شويه صعيب على كتوقف الاشتغال راه كاين حوايج اخرين كاين حقوق ديال الغير ماشي ديالنا حنا المواطن كيقول لك اودي الجماعه انا اللي سمعت انا ان الجماعه حنا احنا ما كيبطلناش رئيس الجماعه حنا ندافعوا على حقوقنا بيدنا وخير ذلك ان حتى واحد ما جاني يشتكي انا كنت كنتمنى من الساكنه ديالنا يجيو يديروا اعتصام هنا في باب الجماعه ديالهم هي اللي كتبطلوا يديروا هنا واذا ما لان حنا ديك الساعه غادي نعيطوا طبعا نتصل على الوسيله اللي هي الداخليه اتصلوا على السي العام عيطوا للتجهيز التجهيز هو اللي عندنا حنا المخاطر ماشي الشركه التجهيز هو اللي عطاها الرخصه الا غناقشوا التجهيز غنقول له ودي طلع نديرو كوميسيون طلع دار كاين الضرر وقف هذا هو اللي يعني مروا من المسائل اللي هي قانونيه ما نوصلوش لهذه الحاله هذه دابا السكان في الجهه وحنا في الجهه كمجلس كجماعه كرئيس نقول لها بوحدي كاع ماشي مشكل والحالات اللي راه وصلت انا كنسمع راه الدارات ديال هذه لونكيطا شو وصلت لهاد الامور كاين حلول نجلسوا لهاد الدار نتحاوروا عليها ماشي مشكل كاين الالتزام مكتوب عندكم الالتزام مكتوب مصور من داير جاب الكاتب مع الدار راه شاف هو راه شاف السي فتح جاب لك كان فيه شي غلط عاود له كان فيه شي غلط عمر الا كان ممكن دفتر التحمل شنو فيه لا دفتر عوض اسمح لي استاذ معقول ملي كنقولوا دفتر التحمل كنقولوا مارشي كنقولوا مشروع هذا ما عندوش دفتر التحمل هذا بغا يدير انت بغا يدير الخير في سبيل الله بدون يعني ما دخلناش في شي مشروع ماشي هذه الطريق هذه هذا راه خاص انا كنتكلم على استغلال المقلع استغلال المقلع عنده الاخر ديال الاوتوريزاسيون من التابي هما اللي كيديروا مع دفتر التحملات ديال سميتو شحال يدي الجماعه شحال يدي لاغون شحال من طول يخرج هذا واش كنقول لها دفتر التحمل ديال الطريق ولا ديال المقلع هذا الاستغلال استغلال شنو هو المقابل ديالو ما كاينش شي استغلال ضريبه لا لا استغلال كيعطي ضريبه للجماعه عنده الكونتيتي اللي غياخذ من تما ان تروا ديال بارطون لان كاري على الخواص راه هذا ديال المقلع ديال الخواص لو كان كان ديال الدوله عنده 6 دراهم في المتر كيوب ملي ديال الخواص كيخلص 3 دراهم في المتر كيوب للجماعه ولكن كيمشي يديها للتي بي والتي بي كيدخلوا عندنا بحال ملي كيدار شي مشروع ديال القطع ديال الاشجار الغابويه كيخلصوا 100 غابات وهي اللي كتدخل الجماعه هذا هو القانون دابا السامر اللي حنا سمعنا للساكنه هو انه العملية ديال التفتيش ديال داك الجبل كتتم بواحد الطريقة عشوائية عبر استعمال الأطنان ديال المي اللي كيترتب عليه واحد الانفجارات اللي هي ضخمة وغبار اللي هو متثقب عبر الفيديو بواحد الشكل اللي هو خطير ترتب عليه أضرار بيئية على المستوى ديال الأشجار ديال الساكنة ولا الفلاحة إضافة مجموعة ديال الأطفال ما بقاوش كيسمعوا مزيان الإضافة أن المدرسة قريبة لهذ التفجيرات هذه وكيكون ضرر للتلاميذ الفرشة المائية هي مهددة هادشي أنتم كرئيس جماعة اللي كتحملوا المسؤولية كمنتخبين شنو رأيكم في هادشي هذا؟ لا احنا ماشي شنو رأينا شنو مثلا واش هادشي راه كاين في الواقع كنقولوا راه كاين أمراض كاين الناس يعني ما بقاوش كيسمعوا راه هذه حالة خطيرة كاين شواهد طبيه هو ماشي مشكل نحطوهم على خط الواقع باش نلقاو حنا ما عندنا حتى شي حاجه في يدينا اللي دار شي شواهد طبيه راه مقبعه في دارو ما جاب لنا شي حتى شي شواهد طبيه يقول لك اودي راه في عندنا الناس راه ضروا جات شي اضرار ديال الاشجار يقول لك اودي حنا الاشجار ديالنا نديرو كوميسيون ونخرجوا الفلاحه ونخرجوا كاين يعني اخبار كنقولوا كلشي ماشي كيستمر بالقانون حنا ماشي ضد الساكنه ديالنا حنا مع الساكنه ديالنا ولكن نشوف اطار القانون دابا حاليا من دابا من اليوم نبداوها الى كاين الاضرار نتصلوا بالقنوات اللي هي مسؤوله على هذا الشيء هذا واذا وصلنا هنا كان اللي كنقول انا راه عندنا المخاطر ديالنا حنا في هذا الاخر هذا هو التجهيز حنا الا كان الاضرار الروبوتين نعيطوا للتجهيز باش التجهيز يسحب الرخصه باش يوقف السيد العام كاع نهائيا الا كان هذا الاضرار بالنسبه للديناميت اللي ديناميت باش كتعرفوها انتم كتعرفوها على المستوى الوطني الديناميت راه كتخرج لجنه دروك الدراك الطاقه والمعادن يعني راه ما كيبشرش ما عندوش الحق يدي كي لافارت ما عندوش الحق يدي بالنسبه لاجراءات الحمايه واش كيديروا الصالات الحمايه هذا اللي دارت اللي دار شوف اللي عنده في الكيت شارج اللي عنده في الكيت شارج ديال داك المقلع انه اللي سالي
غادي يشجر المحيط ديال داك المقلع كله يشجر وتقاد الارض ديال السكر. الحمايه كيكون صريط حمائي تقول له الجنرال دارك علاش مشاو تما؟ راه دارك مشاو تما من اجل باش ما يتقاس حتى شي واحد باش يفاكيو الناس كلهم يبعدوا. الاخر الطاقه والمعادن اللي كتحضر كتعبر تعبر الطوناج ديال داك ماشي الطوناج كتعبر الماء ديك الماده واش ما تاثرش مثلا دير شي انفجار كبير كيعبروه يعرفوا شحال راه ما كيديروا حتى حاجه كتكون لجنه. هذه هي الاجراءات الحمائيه. والجامعه متبعه المسائل ما دخلتش في اللجنه ديال سميتو انا من بعيد كانت لان كاين كيتشارج كيطبقوا. لا بزاف بنون سيدي السكان. انا كنقول لك السكان تسكاو مثلا وانتم من خطر السكان تسكن انتم اللي تكونوا قرابين للسكان. لا سمحتي لا ولا سمحتي لي انا اللي كنقول لك انا رافضك انت ما كتمثلنيش كي بغيتي انت يكون رد الفعل ديالك. انا رافضك دابا انت كتمثل قوة القانون. لا قوة القانون قوة القانون هو رئيس الجامعه. انا نقول واحد الهضره راهم تما السكان منفصلين على جوج غير على القضيه ديال واحد. لا كاين اللي كيقول لك اسيدي حنا ما خصنا بودرو ضد لان ناس اخرين قالوا البودرو هنا فين وصلنا وما كانش مسؤوليه قبليه مع الشركه مع الجماعه في البدايه نتاع المشروع مع السكينه. ربما كانت تاهلت السكينه تواصل يعني مع الجماعه وهذه ويحطوا المفطر تحملات واشنو غيديروا لكم وهذه المسائل ربما ما يكونش هذه المشكله. لا من البدايه شوف ملي جا السيد يدير سميتو المشروع راه انا قلت لك كان عنده اشكال مع المياه والغابات وما دارش المياه والغابات ومشى كرع المواطن. دابا هذا الشيء السي عمر الا سمحتي هذه المحطه اللي بغينا نتكلم فيها هو انه علاش المياه والغابات رفضت وما يسمح لي نكمل المياه والغابات لانه تمثل الدوله رفضت انه يتم الاستغلال ديال المقلع في الارض ديالها في حين ان مواطن بسيط يتم الاخذ ديال الارض ديالو بطريقه خصوصا ان السيد امي ثانيا ما استعنش بمحامي وما تمش التوعيه ديالو انه يستعن بالقانون باش انه يحمي الحقوق ديالو وبالتالي كاين شكوك في حتى في العمليه اللي دارت كلها. عاد نزيدوا بها ملكيه الارض واش ملكيته ولا ملكيه ديال واحد اخر مجموعه ديال الشوائب اللي كتحيط بهذا الملف هذا. بالنسبه للمياه والغابات هذا البلان اللي عندنا الفوق ديال هذا الجبل هذا حاليا مازال ما تفاليداش عندهم محفظ اللي كيكون هما واحد الحاجه مازال ما محفظاش عندهم كيصعب عليهم باش يكريوها باش يستغلوها. ثانيا هذه المنطقه كلها الجبل ما يسمى بجبل القرع وصلت تقريبا حتى لسيدي عيسى اللي كتسمى الحميه ايكولوجيه. واحد الوقت راه كان داروا على واحد جاو داروا واحد السياج باش كيجيبوا الغزال يجيبوا هادي روحوا حافظوا هما على هاد المنطقه بهاد الطريقه هادي انهم يديروا فيها حتى شي حتى شي زوج. ولكن بالنسبه شوف بالنسبه للاخر الترخيص ديالو راه ترخص من طرف اللجنه الاقليميه اللي باقي عليه سيد رئيس المحترم ترخص السيد العام ماشي حنا اللي كنرخصوا. كنقولوا الحل خصنا نعرفوا بعدا فين هو الضرر باش نحلو. راه حنا ممكن نوصلوا نوصلوا نوقفوه ماشي مشكل. انا ما عندناش حنا ما سمعتي راه مشكل حنا الضرر سي عمر ولكن السيد الرئيس الضرر هو انه المقلع الدار في واحد المكان اللي اهل بالسكان المقاليع كدار في مناطق لان كاينين الديور شتي ولا ما شتي كاينين الديور دايرين وكاينه المدرسه ابعد من المقلع ب 800 متر واه 800 راه بعد راه شتي راه الملك ساكن حدا المقلع وهو بيدو يعني كاين ساكن اي ولكن فين واش ضر شي حد انا كنقولوا كانوا واقعيين باش نهضروا لا ماشي كندافع على انا باش الناس اللي عارفين المقاليع كتكون بعيده انا باش ندافع على السكان السي عمر اللي عارفين المقاليع كتكون بعيده على الساكن هو علاش انا بالضبط هذا انا اذا سمحتي لي انا مشيت هزيت عند الاخر عند الاخر لان حنا عندنا الوصايه راه كتعرفوا حتى القانون واضح. انا الدور ديالي الوحيد هو دابا نهز الاخر وريقات ونقول عند السيد العام نقول له الله يخليك وقف لي هذه الشركه هذه راه كدير لي السكر يقول لك عطيني الاسباب
هذه الشركه راه مرخصه، شنو هو الاسباب باش نوقفوها؟ ماشي نبقاو نعطيو له فاك الاسباب اللي هي موضوعيه. كنقولوا شواهد طبيه خصنا نقولوا ها واحد ها واحد العدد ديال الناس راه مرضان يشهر، راه حلناهم مثلا على نكون واقعيين، حلناهم على سميتو على المستشفى راه الناس ما بقاش تسمع. كنقولوا الاضرار ديال سميتو ديال الاخر ديال الاشجار كاينه كاينه الفلاحه، الناس غتخرج دير فعلا تقوم، راه حتى الجواب راه كيتقوم راه كيديروا له التقييم في هذه الجامعات، حتى الجواب بيدو كيديروا له التقييم باش 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 يعوضوا الناس. اما لا علينا كنقول لك نكون واقعيين باش كلنا نعرفوها، راه حنا راه الا دخلنا تما كسميتو ولينا ندخلوا حتى ما بين الساكنه، راه كاين اللي راه باغي تما راه هذاك المعلم والمحكمه كيسالوا واش بغيتوا تخرجوا لينا على رزقي، حنا باغيين نكري، راه كان لهم مباشره لهم مش على الجماعه. لو كان الجماعه اللي كانت يا ودي هذا مثلا ستون دومين ديال الجماعه يا ودي نقولوا راه فعلا راه نوقفوا حتى هذا الشخص السيد في ملكوشه نقولوا ليه حنا الى نصبوا عليه ولا ما عرفش كيفاش يزبيتو. حنا ما عندنا ما ماشي الدور ديالنا اننا سميتو كان هو الناس شدوا الفلوس ما عرفنا حتى ما لا وما توصلتو حتى شي شي كاين الساكنه بالدار ما عندنا لان كاين ضرر عليه. انا بزاف باش كنهضر قدام الاخوه ماشي زعما الاخر، الا كان جا شي واحد اي واحد غير واحد يجيب لك ودير لك قلنا لك نوض وقفنا لا راه موجود باش ماش عند الاخر. من الناحيه السياسيه تنفرض عليك على انك تكون جانب جانب راه ما دارو من الجهه السكان قالوا لنا على ان سمعوا ولا تلقاو تعهدات ديال الشركه على ان ممكن من بعد اللي عاونها غادي يحفر لنسا ديال في الصندل الملكي. هذا عنده شي تعهد مع شي واحد هذا اللي سمعنا دابا انا كنعرض عليك شنو سمعنا في المسائل. واش ما كاينش من قبل واش ما درجتيش ولا كاين امكانيه على ان في دوره عندك استثنائيه ولا شي حاجه راه مساله استثماريه ديال المشكل ديال واش ما درجتيهاش في ضمن الجدول ديال الاعمال ديال الدوره وعلى انك تحاولوا تحاولوا الان مادام على ان الشركه كاينه وعلى ان الاستثمار ديالها كاين هي هي من طبيعه الحال الشركه جايه تربح ولكن ديك الجهه خاصها تربح حتى هي معها. الطريق خاصها تكون بالمسائل وهاد المسائل هذا ديما وقانونيا هذه المساله كانت تدرج في الدوره ضمن جدول نقطه من النقاط ديال جدول الاعمال ديال الدوره والتوافق ما كتبقى فيها لا معارضه من حيث كيتعلق الامر بالمصلحه العامه ما كتبقى لا معارضه ولا اغلبيه. كنا كنا كيف كيف كاينش معارضه كاينش كنوقفوا في صف واحد في هذا نقدروا نغلطوا جميع نقدروا نديروا الصح جميع انا ماشي كنلومو ما كنلومش انا الاخوان انا في التصوير انا اللي لمتهم عليه كنقولها قدامهم وغنقولها لهم ان كنا نحاربوا من داخل المجلس نخليو الساكنه فعلا هما لان كيمثل عبد الفتاح كيمثل هذاك الساكنه ماشي غنحيدوا هذا القانون هذا سميتو ولكن كان يجي ونخرجوا جميع نطرقوا البيبان يا ودي الا جا الساعه عبد الفتاح وقال لي يلاه تمشي معايا قلت له لا انا ما ماشي شغلي يعني هذاك الساعه راني نقصت من الاخر من العمل ديالي نمشي معاه واخا يكون غلط نمشي معاه نمشيو المستعد نمشي معاه حتى العامر غدا نصبحو تما دابا ماشي ما عنديش ما عنديش اشكال دابا كاين توظيف سياسي لهذا المشكل ماشي اطراف يقدر يقدر ما نقولوش يقدر سميتو دو الدور السياسي جينا طريق المعايير ديال الطريق واش محدده لا اش المعايير ديال الطريق واش هذا العرض والطول واش هذا واش اللي وعدت به الشركه اللي وعدت به الشركه تقول لك اودي نديرو 6 متر البلاد الطريق ما كانش فيها 6 متر طول 6 متر لا 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 تعرض 6 متر من البدايه حتى النهايه شحال ديال الطول حتى توصل حتى المدرسه شحال تقريبا هادو شي 5 كيلومتر ولا شي حاجه وعبا عمر 600 مليون باش تخيل واش ما كتقيموش دابا بان هاد الاعتصامات اللي دايره الساكنه وهاد الوقفه اللي كدايره الساكنه وهذا الرفض نتاع الساكنه واش هذا ما كتحسوش به بانه ضرر يعني انه مضري يعني هذا ماشي ما كافيش باش تدخلوا نتوما كرئاسه الجامعه باش تشوفوا هاد الضرر على الاقل تفتحوا الدراسات نشوفوا مع هاد الساكنه واش مضرورين بهاد التغييرات واش مضرورين بهاد العمليه باش ما كتشوفوش على الصفو غني باش نبدا في الاستجابات كان اجراء باش نوصلوك حنا على هاد الامور انا عارف كثير سامحني بعدا باش تجاوب في مره نضيف هادشي اللي ذكر السي جواد هو انه كاين مجموعه العرائض والشكايات اللي توجهت للجهات الرسميه رئيس الحكومه
شكون غير ربما حتى انا اللي الاخر شكايات وصلت للعامل الاقليم الجمعيات الحقوقيه يعني الناس صيفطوا الشكايات ديالهم لجميع الجهات. واش ما كتعتقدش بان هاد العرائض كافيه باش ان رئيس الجامعه ديال تيزي وسلي يقول بانه هاد السكينه عندها ضرر وخصني نوض دابا ونمشي واخا الناس كيقولوا بانه انت ما كتمكنناش ولكن القانون كيلزم لي انني انا كنطلب ونشوف لهم هاد المشكل ديالهم ونحلو. لا شنو نطلب نديرو في الشركه ماشي فوق الشركه حنا دابا كنمشي مع واخا ماشي قانونيا مثلا لا ماشي توقيف حتى انا راه قادر نحقق الحوان دابا الناس باش نتفاهموا الناس كيقولوا بان الكل اللي تحقق طرحت واحد لان غير التبليغ اللي كيقولوا بان الطريق مثلا غادي نديروها الكاميونات يحفروا شنو غادي يدير لهم الزربيه تما غادي تندى الطريق يعني ما يدوش عليها الكاميون بلاش ديرها شويه يعني مثلا الطريق التبرير اللي كتعطى بانه خصي تالتالي باش ما يضيعوش يهزوا شويه الكاميونات. كيفاش الكوبرون ممكن واقعيين ماشي الكوبرون اللي كيدار دابا التسليه ولا غيدار تما داير 20 سنتيم. فوالا هذا هو التخوف السكن كيقول لك حنا غادي يدير لنا ما كاينش هذا اصلا ما كاينش في الاخر هذا راه كيطلب ما يقدرش يديروا بعدا. ماشي قانوني راه خصو 6 متر وماشي حتى لي بيسان ديالو ما صرخش باش يدير تما على التراب راه خصو واحد العدد ديال سميتو غادي يدير الطريق لا غادي يدير الكودرون اللي كنا كنتمشاو عليه من هنا حتى لتازا كل ما يدير هذا واش ما مزياش هذا يعني غير خيريه منو غادي يدير هذه العمليه هذه هو شاف انه غيستافد حتى هو راه كذا قال لك شفت انني غنستافد من هذا المقلع وهذا ما فيها باس نفيني الناس يعني نفيدهم انا نرجعوا غير للايكار ملي كنقولوا ديروا واحد السيد مشى له لبيرد الماء راه الاخوان راه ملي كيمشي لبيرد الماء كيجي يتشكى الناس اللي شي واحد عنده بيرد الماء بجوج واحد الناس فيها نقول لهم راه السيد غورتوا الماء ديالو نوضوا حفروا له البير راه تسمى تلكنا حتى شي جيكايه ماشي حد لا اسمح لي لا ما يمكنش انا جاي عندك الدار نقول لك واش مشى الكلمه ولا ما مشاكش ما يمكنش نجي نقول لك اودي راه الدري عندك في الدار مريض راه قال لك اللي كضروا الدرس كيقلب ماشي يقول لك انا راه بالعكس غير نبلغوا لنا حنا نقول عارف انا اللي كنقول يمكن بان الاخوان انني انا خصني ندير انا كنتسنى واحد الحاجه قانونيه اللي نوقف بها الشارع. هذه ماشي انتقادات ليك انت ولكن احنا كنا ولاد العربيه ولكن الان فرض عليك انت عمليه التواصل تقنيه التواصل ديما تكون مبادره منك. ما هما شوف اسمح لي تخيل انت انا نعطيكم هذو على الهامش ونتمنى ما هذه ما تنفجرش. انا مشيت للدوار جراو عليا من تما. عندك يتقبلها شي رئيس جامعه والاخوان ديال المعارضه عارفينها. الناس المعارضه لا تقبلهاش لا عمر لان لا خلاص شي بحال تقول ولا تاكل العصابه كيف تقبل شي لا واش فين وصلنا واش هادي لا واش هادي باش نخدموا حنا هاد البلاد لا ولكن شحال واش هادي الديمقراطيه واش هادي هي لا شويه انا حتى حنا ولاد البلاد ولاد هاد المنطقه ما نشكيوش بضرنا حتى حنا راه مساكين بحال عباد الله هادشي شفت لك شوف في تولي ما خصكش المفروض دابا كنناقشوا ماشي كنناقشوا حتى الاسئله المفروض تفرجوا السياسه ما نقولكش هذا الشيء كتعرف هذا الامر هو اللي كيتقبل كاع الضربات يحولهم لا عند تصالح ولا عند تواصل معك انا نعطيك شوف انا راني شوف راني رئيس جماعه استاذ صالح راني رئيس جماعه هنا وافتخر بها مع القبيله ماشي زعما لان قبيلتي وخوتي راني 18 عام وانا رئيس جماعه صابر الجانب ما كاينش اللي يقدر يصبر الناس ديالنا ماشي كنكارهم ولا اسمح لي الناس ديال الجبل كلهم هكذا دايرين ماشي غير احنا ماشي غير احنا مجتمع مغربي مجتمع واحد صابر الصبر ايوب خدام بالليل والنهار قريب ساعه صابر اليوم جميع الانتقادات ديالو كيسبني السيد وكنرجع عنده يعني انا ما دابا نطلع عند الساكنه ونسمع ولكن حنا شنو وقع لنا؟ ان مؤخرا بحال تقول الناس ما كاين انا كنسمع في الشارع كنقول حنا رئيس الجماعه ما عندنا حتى شي علاقه ما كاين ما كاين الشركات وقف. سي عمر غير هو من ناحيه واحد الناحيه اي رئيس جامعه كيما كان عنده شركه الجامعه ديالو المفروض عليه انه يوقف مع الساكنه. ماشي مع الشركه الطريقه اللي عبروا بها الساكنه الان وهما معتصمين وداك الشيء راهم كيصرخوا كيقولوا باننا مضرين
يعني يقدر ما يعبرش هو مثلا بطلب راه البير مشالي ولا ولدي دات له شهاده طبيه وما جبتها لكش، يمكن هالتواصل ما تشدوش عنده، ولكن خاصك تشوف هذه العمليه نتاع ان عندك وقفه احتجاجيه، عندك اعتصام، عندك هذا نتاع السكينه، خاصك تدخل وتقول يعني كاين ضرر، ما نخليش هذه الشركه تبقى مستمره في ضرر نتاع السكينه، تحل هذا المشكل هذا، يعني انت عندك الساروت الحلال. هذا هو لا انا المفروض مازال ملي تملي الدار لي هذا الاخر هذا نقدر خصني نخدم عليها. واقيلا انا كنقول اللي كنقول انا هاد الشركه هذه شركه اجنبيه، شركه ما نقولش اجنبيه، شركه مغربيه، ولكن بالنسبه للمنطقه شركة. واش انا غادي نجي مع الشركه الساكنه؟ لا بالعكس. لا شنو هذا بدينا احنا من هاد الشركه؟ يفهموا ذلك كيفهموا لا ولكن بالعكس احنا كجماعه احنا عندنا الربح حتى مع الشركه. انا نربح مع المواطن، انا نربح مع شنو؟ نربح مع الشركه، وندخلوا موارد ماليه للجماعه، طريق الجماعه وراها مواطنه وراها ندخلوا سميتو. وثانيا نسهلوا راه الشركه الا سمحتي لها استاذ راه كتساهم حتى في التشغيل ديال بنات المنطقه، راه واحد العدد ديال الاولاد وهادشي خفيف عليا المسلمين راهم خدامين معاهم، راه خدامين معاهم. غير اللي كنقول وكنكرر يا ودي حنا بالمجهودات ديالنا ماشي غير انا، يمكن انا غلط عارف، ولكن معاهم معايا في المجلس نجلسوا بيناتنا نجلسوا ونتحاوروا وفعلا الى ولكن نكونوا يعني مسؤولين على الاخر ديالنا، ماشي غير اللي جا هذا دور احنا كاع بلا باش المشكل دور احنا رسميا احنا نحل هذا المشكل نحلوه بطريقتنا بيناتنا. ملي كندخلوا المواطن راه لا ما يتقال على المواطن، ملي كنشوف تما بعض المواطن لا علاقة لهم بديك المنطقة أصلا كاع، ماشي من تما كاع، كيقول لك أنا ضايع، فين أنت ما أنت ماشي من تما كاع، نكون واقعيين، ولكن ملي كندرسوها حنا بيناتنا غادي طبعا غادي نعدوا المطالب ديالنا، أنا ما كنهضرش مع الشركة مباشرة، لأن الشركة ما بحقش أنا نوقفها، أنا عندي المخاطر اللي كنقول لك راه المخاطر هو التجهيز. التجهيز عطاها رخصة حنا عاود حنا حتى التجهيز ما يمكنش نحاوروه مباشرة عن طريق السلطة الوصية، راه الإخوان راهم كيتناقش يوميا مع القائد، ذاك القائد هو السلطة الوصية على الجماعة، إذا كان القائد ودي شاف أن نقص ديال الجماعة يقول لهم يقول لهم أنتم خصو الرئيس ديالكم ولا كيف. بس عمر ككلمة أخيرة، أنت بصفتك رئيس ديال الجماعة في وجود شكايات ديال المواطنين وجود في وجود اعتصام ووقفة في احتجاجات ديال الساكنة، أنت كرئيس جماعة الآن في كلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقدم للساكنة؟ يجيو يعرضوا المشاكل ديالهم وحنا موجودين مستعدين ندافعوا عليها حتى النهاية، ولو يطلب الأمر حنا نوقفوا هذه الشركة وهذا المشروع هذا كله. يجيو